اللي انت كنت حاسس بيه يا محمد؟ يعني اشرح للناس او اعرض لنا الاصابه. يعني اشرح للناس يعني هي يعني الاصابه وقت الاصابه ولا اشرح لل بعد الاصابه؟ يعني انت وقت الاصابه نفسها، هي معانا وقت الاصابه ايه حسيت بايه؟ يعني انا الاصابه، يعني انا حسيت ان روحي اتسحبت ورجعت تاني في فعلا؟ اللحظه دي. والله يعني حسيت على طول ان هو صليبي ولا لا خالص. اصل انا زي ما قلت لحضرتك يا كابتن اسلام، انا اول اصابه ليا في حياتي. ما خلاص، تعالى تعالى يا شيخ تعالى. هي يعني انا لما وقعت حسيت ان روحي اتسحبت لفوق ورجعت تاني. فانا طلعت للدكتور، فلا مش حاسس برجلي اليمين، يعني مش حاسس بيها خالص. لا خالص خالص، حاسس ان انا رجلي الشمال كنت حاسس بيها ماسكه نفسها، لكن اليمين ما كنتش حاسس بيها خالص، يعني خالص خالص الصراحه. بس يعني الدكتور، يعني انا اللي قلت له، يعني انا اللي اصريت ان انا انزل، يعني ان انت تكمل. بصراحه عايز اثبت نفسي. وبعدين خارجين من، يعني انا خارج من ماتش كنت عامله كويس جدا، وعايز اثبت نفسي برضه للنادي الاهلي، ومش اي يعني مش اي حد برضه يلعب في النادي الاهلي، يعني مظبوط. وصعب جدا تخش ضمن التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. فكنت عايز اثبت نفسي للجمهور، واثبت نفسي للنادي، واثبت نفسي للعيبه ان انا استحق ان انا اكون موجود في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. فقلت للدكتور انا، لا انا رجليا كويسه وعايز انزل وبتاع. فقال لي يا محمد يعني كويس؟ قلت له كويس. فنزلت في كوره كده كانت عاليه جدا، فاستلمتها اللي هو يعني بزقه كده اللي هو عشان اخدها في اتجاهي، فزقتها وبتاع وبجري بيها. لا جريت، يعني هو جريت عادي ما كانش فيه مشكله. بس بعد ما بصيت الكوره لقيت رجليا علقت في الارض، فقلت لا كده كده في حاجه يعني. فشاورت طبعا للدكتور على طول، وقال لي يعني قال لي كان مستر لاسارت ساعتها اللي كان ماسك، قال له فغيرني على طول يعني. اتغيرت. بس فانا سالت الدكتور بقى بعديها، يعني قلت له سالت دكتور فايلر اللي عمل لي العمليه، قال لي انت اسمه فايلر عادي. برضو؟ اسمه فقال لي انت بعد ما نزلت هو اللي بوظ لك الدنيا خالص، يعني الدنيا يعني هي كان جزع بس بيتهيألي في الصليبي. فانت بعد ما نزلت بوظته خالص، يعني فرتكته ما بقاش فيه صليبي اصلا. بس فقال لي، قلت له كده طولت شويه بالظبط. فقال لي قلت له بس انا يا دكتور، انا بعد ما اتصبت ووقعت نزلت كملت 12 دقيقه يعني او ربع ساعه بيتهيألي، مش متذكر قوي. فقال لي انت عملت فيهم فنتات؟ قلت له لا، هي كنت بجري ستريت كده على طول، وما كنتش بعمل فنتات ولا اي حاجه. قال لي لو كنت عملت فنتات كانت رجليك هتلف منك تاني. بس فعملت العمليه وقعدت هناك فتره، بقيت ارجع هنا مصر واروح وارجع مصر واروح. كانت صعبه شويه انا عليا، بس لا يعني الدنيا كانت يعني الحمد لله، عشان الواحد كان متقبل الموقف جدا وكان راضي بكل حاجه. الدنيا مشيت يعني الحمد لله. حسيت باهتمام جمهور النادي الاهلي في الوقت ده؟ انت لسه لعيب يعني، انا ما لحقتش، انا مش لعيب في النادي الاهلي لسه. لا يعني حسيت طبعا، حسيت يعني وقوفهم جنبي يعني طبعا احرجوني بالدعم والحب اللي انا لقيته ده. انا ما صدقتش اصلا، حتى يعني كاخواتي اللي هم في البيت مش مصدقين ان كل الحب والدعم ده كله ليا. انا ما زي الناس عارفه، انا لعبت ماتش بيراميدز، نزلت اخر ربع ساعه ماتش سموحه، بدات 60 دقيقه وطلعت. مستحيل. يعني اظن يعني ما فيش لاعب قبل كده جاله الحب ده كله يعني في 75 دقيقه يعني. اظن كده يعني. فلقيت حب ودعم بصراحه غير طبيعي. فده كان اكبر برضه، يعني انا كلاعب كنت عندي اصرار ان انا ارجع. الحب والدعم اللي لقيته زود لي الاصرار وزود لي العزيمه ان انا ارجع تاني احسن من الاول.